السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين مصطلح الميتافيرس او ان انت يبقى ليك شخصية تانية في عالم اخر. طبعا الكلام ده مش خاص بالفيسبوك، لا، في شركات كتيرة بتسعى للموضوع دوت من سنوات كتيرة. يعني كان من ضمنها في لعبة اسمها سكند لايف، لعبة كانت قوية فعلا، كان لها استخدامات في التعليم ولها استخدامات في الهندسة والتاريخ. كانت في ناس بتعمل مثلا مجتمع خاص بالعمارة وتدخل تشوف العمارة الحديثة وحاجات كتير جدا وانت قاعد في البيت او في شخصية تانية. طيب دلوقتي في انفيديا عاملة حاجة اسمها اومنيفيرس، نفس الفكرة، تقدر تعمل مجتمع خاص بيك وبطريقة سهلة جدا، وانت شغال تحس كده ان انت شغال على الانريل، وهو بيرتبط ببرامج كتير جدا وفي قوة كتير جدا. بص، هو USD connection to omniverse، هتلاقي كل، يعني اتوقع اهو الانريل اهوت، اليونيتي، الفاكتور وركس، الريفت، عندك ايه تاني، عندك السينما 4D، 3D ماكس، بلندر، كل البرامج اللي انت تتوقع ان انت تلاقيها هتلاقيها. تمام، ودي تقنيات ممكن تعملها بلت ان اومنيفيرس. طيب كل اللي عليك ان انت تعمل داونلود للبرنامج، فهتقول له جيت ستارت، وبتشوف بقى هل انت محتاج الستاندرد ولا الانتربرايز. انتربرايز في مزايا طبعا اكتر بكتير، من ضمنها ان انت تقدر تشتغله كخريج. طيب بعد ما بتعمل داونلود والسيت اب بتاعه عادي، بتظهر لك الشاشه بالشكل دوت، دي النيوز، الاخبار اللي انت تشتغل بيها، لايبراري، من لايبراري هقول له افتح لي الاصدار دوت، فبتفتح الشاشة بالشكل دوت. هنا بتلاقي المساحة بتاعت العمل، تقدر تقول له بقى من كريت انت عايز تعمل مثلا شيب، عايز تعمل لايت بالشكل دوت، عايز تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تعملها كريت، عايز تضيف كاميرا، عايز تضيف اي شكل انت عايزه. هتلاقي هنا الاشكال بحيث ان انت تقدر تتحكم فيها، تقدر برضه تعمل كريت لاشكال اخرى. ومن هنا بتلاقي ان انت تقدر تحط مثلا بعض العناصر، اسيت ستور، تقدر تعمل سيرش على اي حاجه، وبرضه دراج اند دروب في مساحه العمل.